المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وأمالا غير عاطلات في حلقتنا اليوم من برنامجكم رأي الغلابة نحاول بالقدر المستطاع أن نجيب عن سؤال سأله لي مباشرة ثلاثة أنواع من الناس، بعضهم صديق لي يريد أن يعرف رأيي فيما يختص بطرس الشمال، أو تلك المجموعات من البشر في شمال السودان، التي أغلقت الطريق إلى مصر، وبالتالي أوقفت كثير جدا من العمليات الاقتصادية بين البلدين، وهم يريدون أن يعرفوا ذلك لأنهم يتابعونني ويتابعون هذه القناة وهذا البرنامج. وقد تحدثت سابقا عن إغلاق ميناء بورسودان عبر جماعة ترك ومن لف لفهم لذلك يريدون أن يعرفوا وهؤلاء حسن النية يرغبون في أن يعرفوا آه آه هذا الرأي ويتدارسوه ويتعاكضون حوله فربما كان فيه فائدة وأناس هم أصدقائي يجمعون ما بين الخبث السياسي ورغبتهم في معرفة رأي مباشر حول هذا الأمر وهناك البعض هم انس كالجن انس كالجن حسن المخبر حسن المظهر سيئ المخبر هؤلاء لا يدركون الا امرا واحدا هو أن تواجه الناس لا لأجل ترس الشمال ومع آلاته ولا للوطن وإنما يحاولون أن يدفعوا بك دفعا للحديث السيء عن الجار مصر هؤلاء أناس حسن المصهر سيئو المخبر ومثلهم قابلنا كثير يدسون السم في العسل ولهؤلاء وأولئك أقول ترس الشمال مثله مثل ما حدث مع ترك وإخوانه مع التفريق بين أن ما حدث في إغلاق ميناء بورسودان كان لأمرين الأمر الأول لإسقاط الحكومة المدنية وإعلاء كلمة الجيش والتبكير بإنقلاب عسكري والتبشير به هذه واحدة والثانية كانت لأجل ان يقومون برسم سحابه تخبئ تحتها تلك الاسلحه التي جاءت من مكان ما وهي في طريقها الى اثيوبيا كانوا يريدون ذلك الخضم الاعلامي الذي يغطي عن أهم أسباب الإغلاق وهي إرسال هذه الأسلحة إلى جماعة التجراي لمحاربة إثيوبيا وأبي أحمد وكان السودان معبرا وكان ميناء بورسودان مرفأ لتلك الأسلحة التي ذهبت إلى هناك أما وهذا فارق مهم أما حين نتحدث عن ترس الشمال لأن ترس الشمال قام وطنيا لمطالب محددة أريد بها أن تسهل أعمال المزارعين وأن الـ 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 الذين يعملون في فلاحة الأرض وأن تقلل تكاليف هذه الزراعة وأن لا يضيع الموسم الشتوي عن عنهم هذا كان أس الغرض الأساسي من ترس الشمال كما أنه أيضا محاولة من أهل الشمال لكي يرفعوا عقيرتهم ويضعون الحكومة الانقلابية في الصورة بأن البلاد في حاجة إلى حكومة مدنية ولا وهي ضد العسكر. لذلك فإن كل محاولات ترك لم تنجح على الإطلاق في محاولة فض هذا الترس العظيم. ولكني أقول للذين هم حسن المخبر حسن المظهر سيئ المخبر أقول لهم أن الأمر لا يتعلق بمصر صحيح أن ما أوقف من سيارات وشاحنات كانت في طريقها إلى مصر الكنانة أوضحت كثير جدا من العيوب في مسألة هذا التبادل التجاري وأظهرت كثير جدا من الضعف البنيوي السوداني وأظهرت كثير جدا جدا من سوء إدارة السودانيين لمواردهم ولكنها لم تكن من ضمن أولوياته الإساءة للجارة مصر ولا للشعب المصري. الحديث كان موجها الى الخرطوم. الحديث كان موجها الى قادة العمل العام في الخرطوم المدنيين منهم قبل العسكريين وقد كشف ترس الشمال اشياء كثيره تتعلق بمن وراء هذا السوق ومن وراء هذا العمل الذي يهدر موارد البلاد السبب الاساسي في ذلك وقد اجبت على كثير من الاسئله التي تتعلق ببعض المواد او المحاصيل السودانيه التي يتم تصديرها من الشقيقه مصر الى خارج السودان وقلت كثيرا عن الشركات السودانيه الموجوده تحدثت كثيرا عن الشركات السودانيه لتجار سودانيين موجودين في مصر هم الذين يستوردون هذه المسائل لانفسهم وهم الذين يصدرونها من مصر باسم صاحب الشركه المصري. الكلام ده تحدثت عنه كثيرا انا ولكن طبعا سوء النية متواجد في انه يدفعوك للحديث بغرض ان يحاولوا كشفك في انك يعني تميل كل الميل الى الجانب المصري أو أنك ترى في ما يحدث نوعا من الهبل السياسي وهذه حقيقة العلاقة بيناتنا وبين مصر لن يوقف وجود مشاكل بهذا المعنى يمكن أن تصحح كل الأخطاء فيما يختص بالعمل التجاري ان كان هناك اخطاء لكن الاهم هو الجانب السوداني وليس الجانب المصري، الجانب المصري اما مصدر واما مستورد وهو يفعل ذلك بناء على مصالحه اولا وقوانينه ثانيا. علينا ان نفعل نفس القصه اذا كنا نرى ان هنالك حاجه إلى أن نعدل الميزان التجاري بيننا وبين مصر حتى يميل كل الميل لصالح السودان علينا أن نفكر في كيف نتعامل مع مواردنا الداخلية وكيف نصدرها للآخرين وعلينا أن نبعد أمثال حمتي هذا الجنجويدي الذي يعني سيطر على مسلخ الكدر دون ان يسال واحد لماذا مسلخ الكدر لماذا لم يسيطر على مسلخ ام درمان لان مسلخ ام درمان يتبع لولايه الخرطوم المسلخ الوحيد الذي يتبع للثروه الحيوانيه مباشره وللحكومه الاتحاديه مباشره في السودان هو مسلخ الكدر وهو مسلخ اساسا جهز وبني للتصدير آه ومن من من محاسن الصدف اني اعلم عنه الكثير لانني في يوم من الايام كنت مديرا بالانابه لهذا المسلخ واعرف آه كم آه آه يحتوي وكم هي مجموعته وكيف يمكن ان تقدم وما هو ما هي الاشياء التي تتبعه وكم ثلاجه فيه وكم عامل فيه وكم آه يستطيع ان يذبح من الحيوانات المختلفة باعتباري طبيبا بيطريا كان يوما من الايام قبل ان يترك البلاد مديرا بالانابه لهذا المسلخ واعرفه تماما واعرف كيف يتبع وكان بيني وبين الانقاذ كثير جدا جدا من المساجلات يعرفها أهلنا في إدارة أو زملائنا في إدارة المحاجر و اللحوم في وزارة التربية في وزارة الثروة الحيوانية وكل المسائل دي مسجلة منذ أن كان بروفيسور حسن وزيرا للزراعة في ولاية الخرطوم وكانت هنالك مساجلات يعني مسألة السيطرة على هذا المسلخ لم تكن من اليوم يعني الناس الهسي ديل الناس اللي بيشتغلوا مع الجنجويد ديل كانوا يدركوا تماما أن هذا المسلخ مهم وأن هذا المسلخ هو المسلخ الوحيد الذين يستطيعون أن يفعلوا فيه أي شيء دون أن يعلم أي شخص خارج خاصة الـ 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 الولايات لأن الولايات هذا المسلخ لا يتبع للولايه يتبع لوزاره الثروه الحيوانيه للمعلوميه ولذلك فلدينا معلومات كثيره جدا عن ما يحدث يعني سواء كان في كل المواد التي تذهب عن طريق شريان الشمال او ترس الشمال وكل الذي يتم تهريبه عبر اثيوبيا وكل الذي يتم تهريبه عبر تشاد وكل الذي يتم تهريبه عبر افريقيا الوسطى، كل هذه المسائل لدينا فيها يعني علم واسع جدا ومعرفه وندرك تماما بان ترس الشمال ترس مطلبي في الاساس، الرساله بتاعته ليست الى الخارج وانما رساله الى الحكومه الموجوده في الخرطوم. ومش الحكومه الى المغتصبين الموجودين في الخرطوم اساسا لانه قام في زمن الـ 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 الانقلاب هذا الانقلاب الذي حدث في 25 اكتوبر الماضي ما عنده علاقه بمصر صحيح الطريق كان بيودي الحاجات لمصر وتضررت منه جمهوريه مصر العربيه باعتبار ان كل هذا التأخير أو التوقيف لهذه السيارات أو الشاحنات كان باتجاه مصر لكن المعنى الأساسي ليس مصريا يعني. المعنى الأساسي هو القصر الجمهوري وساكنيه ديل هم المعنيين بهذا الأمر يعني ترس الشمال فيه رجال كثير جداً بالتاكيد وهو حكايه يجب ان تكتب وان يتم توثيق كل ما تم فيها لانه ده عمل جزء من العمل الثوري وتمدد من مطالب تعنى بالكهرباء وبحاجه المياه وبالحاجه الى المياه والبذور والحاجه الى السماد وما الى ذلك ترجم إلى توسع الماعون وأصبح جزء من الثورة بشكل عام وأصبح ينطق به الثورة لكن الذين يحاولون يعني نحن ضد الذين يحاولون أن يضعوا ستارا من أو أو حاجزا للتعامل مع مصر وضد الذين يتع... يحاولون ان يدفعوا بالسودان لان يتعامل مع مصر كعدوه لهم. رغم كل الذي يقال الصحيح منه وغير الصحيح. يعني للذين يقولون ان مصر تتعامل مع العسكر وللذين يقولون ان مصر لا تريد ديمقراطيه في السودان ولكل هؤلاء نقول البدايه تبدا من السودان مصر لا تستطيع على الاطلاق ان تحكم الخرطوم الا اذا كان ناس الخرطوم دايرين يتحكموا من مصر او من اي جهه اخرى وليه مصر يعني 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 لماذا هذا الحديث او السؤال الخبيث عن ترس الشمال لماذا لا يتحدث الناس عن الخرطوم دي من مطار الخرطوم على بعد 200 متر من القيادة العامة يتم تهريب الذهب بشكل راتب إلى دول موجودة جدا لا لا ليست فيها مناجم للذهب ولكن ميزان التجاري يحمل على أنها من أكبر مصدري الذهب في العالم يعني. فلماذا لا يفعل لا يتم الحديث عن ذلك؟ لكن الخبث موجود في بعض الناس الذين يحاولون اولا ان يشككون في مقدرتنا على انتقاد الشقيقه مصر، وايضا على الذين يرون ان كل شيء سيء اتى من مصر، لا هذه نقبلها ولا تلك نقبلها. وكل واحد لديه رايه فانت انت انت ترى ان انا لم انا لم اناقش واحد اقول له والله يا اخي مصر كويسه ولا بطاله انا اصلا ما حصل عملت العمليه يعني. انا اقول رايي فقط في اي عمل تكون مصر جزء فيه والسودان يتاثر بهذا العمل الذي فعلته مصر فانا اقول رايي في هذا المساله هل كل شيء بتعمل مصر أنا قبلان ولا لكن ده أصلا لا يعني على الإطلاق أن أضع الشقيقة مصر في خانة العدو ده أنا أنت دارت تضع براحتك يا أخي هذا حقك, أنح السودان دا حقك أنا السودان ده ما حقي أنا السودان ده أي زول فيه عند عود أي شخص فينا عند عود في هذا السودان أنت من حقك أن تتحدث عن هذا الأمر تقول اي حاجه ونناقشك لو انت عند انا لا اناقش اي حد اي واحد في هذا الموضوع على الاطلاق ما بناقش اصلا لكن اذا رايت انك انت تستطيع او انت تستطيعين ان تستوعبي ما اقول وتضعيه في خا او تضعه في خانه الراي الاخر فما عندي مانع مستعد اناقش اي حد عن اي حاجه لكن ان يلزمني شخصي بما يفهم او يفرض علي رايا يعني في الاساس انا ضده ما بقبله يعني ما حاقبل هذا الكلام اصلا ولا بسمح لي زول بانه يناقشني بذلك عشان كده انا ما قاعد اخش في نقاش سياسي مع زول انا بدي رايي عبر القنوات التي استطيع ان اعطي فيها رايي ولا داير مناقشه من زول اللي انت بكلام ده قبلته لا باس ما قبلته برضه لا باس هذا حقك يعني يعني بس حقك كل اللي انت عملته لما فتحت حلقه زي دي عرفت رايي انت لا ترضى به هذه حقيقه يعني انت ما انا اصلا يعني يعني ما انا اصلا عشان لابد ان نكون متطابقين تطابق الحافر للحافر ويجب علينا ان لا نتربص ببعضنا البعض يا اخي يعني ما يعني ما يعني ما, نحن يعني 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 عانينا كثير من هذا النوع من التربص القبيح اللي ما بيشبهنا ولا بيشبه طبايعنا ونقعد نبحث لكل زول عن اخطا 200 واخطا كيف وعشان شنو انت قول رايك وانتهينا وما مقبول لو انا ناقشت رايك رايك ابقى انا يعني بعتبرك انك شخصي قادر على الدفع او الدفاع عن رايك بالحجه وانك تستطيع ان تحاججني وليس بالضروره ان تقنعني لكن ان تفرد لنفسك فرصه لتقديم ما يدلل على صحه رايك مع ذلك انا غير مجبر بان اقتنع برايك العكس صحيح ايضا اذا انت داير ترى يعني أو تعرف رأيي في العلاقة بيننا وبين مصر ما عندي مانع لكن تديني نفس الفرص ما تفرض علي رأيك تسمع رأيي وتسمع حجتي إذا قبلتها قبلتها إذا ما قبلتها على كيفك وأنا أكره التنميط يعني مصر ما كل المية مليون مصري ديل كويسين فيون الحرامي وفيون اللص وفيون المصلحجي وفيهم كده لكن فيهم الناس الكويسين يعني معظمهم الناس كويسين يعني انا اعرفهم جيدا يعني وزيي وزي اي واحد ممكن اكون عانيت اي سوداني قاعد في الغربه ممكن انا عانيت كتير جدا من مصريين كتار جدا بس ده ما سبب يخليني انه انا اسيء للمصريين يعني كلهم يعني كلهم اخذتهم في حته واحده كده هسه انا لما جيت اتكلمت عن الثلاثه اشخاص الثلاثه مجموعات اللي سالتني قسمتها ما... ما قلت كلهم نوع واحد يعني لكن في نوع سيء فعلا في نوع قصد يسال بشكل سيء ويسال في اماكن عامه وبشكل سيء على اساس انه يضعك في انا احنا ما عندنا حاجه نخاف منها عشان نظهر يعني ما عندنا حاجه حندافع عن العلاقه بين السودان ومصر اراد الناس ام لم يريدوا وحتى مع يعني هنالك مصريين بالمناسبه ما عايزين ذات العلاقه مع السودان ما تفتكر انت براك يعني في مصريين لا يريدون حتى العلاقه مع السودان يفتكروا انك انت ما المفروض يعملوا معك علاقه اصلا يعني سيبك من قصه انه انت تحت ولا انت ينظروا لك اقل ولا لا ما بيعتبروك اصلا ما ما عندك فائده بالنسبه لهم يعني يعني ما قادرين يستوعبوا انه هنالك فوائد مشتركه بين الدولتين في مصريين كده يعني ولا نحن دايرين نعمل عن المصريين نقول لهم والله تفهمونا بطريقتنا احنا هم يفهموك بطريقتهم لكن نعلم انه احنا بنختلف اذا هم ما عارفين نوضح لهم ده حقنا وحقهم علينا يعني حقهم علينا نوريهم يعني فلذلك السؤال لم يكن عن ترس الشمال السؤال كان عن انه ترس الشمال عن نتيجه ما يحدث في ترس الشمال، انه ترس الشمال ده بيمنع الرسائل لمصر، بيمنع العربات دي تمشي مصر. وانت زول عارفين بميولك باتجاه العلاقات يعني انت تعظم هذه العلاقه بين السودان ومصر يعني. فالفكره كانت كده يعني ما ما وده المؤلم يعني الذي يؤلم الواحد انه 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 احنا بعد كل هذه السنوات العظام من اللي عشناها في ضنك وعشناها في سوء وعشناها لانه تقدم الصفوف أسوأ السودانيين ناتي اليوم عشان يعني نقعد نضايق بعض يعني ما نحاول نشوف البلمه شنو يعني لا نحاول نشوف اللي بيفرقنا وكل واحد عامل فيها شيطان وعامل فيها سيد الناس وكذا وفاهم وما فاهم اي حاجه يعني اللي بيسالك ده لو جيت قلت ما بيعرف غير انه مصر دي في الشمال لا والله ما بيعرف اي حاجه غير انه مصر دي في الشمال وما بيسالك انه داير يعرف ولا داير يتعلم هو داير يكشفك للناس انك انت تميل الى مصر حتى لو كان ذلك ضد مصلحة السودان وده فهم يعني فهم فطير يعني فطير جدا يعني فهم فطير عانينا منه كثير جدا وما ما ما وعانينا منه حتى مع المصريين انه في ناس بيفتكروا كده برضه اي يعني صح في ناس بيفتكروا انك انت يعني مصر دي ستة السودان يعني مفروض الكلام اللي تقوله السودان يمشي فيه في ناس في مصر بيعملوا كده لكن يعني استطعنا بالنقاش وبفتح المجالات ان نتعامل مع ناس يفهموا انه احنا قد يكون عندنا رؤيه ما بالضروره ان تتطابق رؤانا يعني المصالح المشتركه العامه ما فيها مشكله لكن ليس بالضروره ان تتطابق يعني رؤانا في كل حاجه وليس بالضروره ان يكون صديقك هو صديقي ولا بالضروره ان يكون عدوك هو عدويا يعني يعني, يعني القصه دي لازم الجول يشيلها من راسه يعني 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 قربنا من مصر او تعاملنا معها لا يعني بالضروره ان اتبنى كل العداوات المصريه لجهات اخرى ولا الصداقات المصرية لجهات أخرى ما ضروري بالعكس ولا عايز المصريين يعملوا معي نفس القصة ما عايز أولاً أن العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح ليست علاقات يعني أي يعني صح نحن بن بنعمل لها شوية توم وشمار بتاع والله يعني العلاقات الأزلية والنيل وشري... النيل الماشي بيناتنا وال... والمصاهرة والدم وكان دولة واحدة وكلام الكثير اللي ده عشان يقر... لكن ده كلام بتاع ورق يعني ده كلام بيتكتب في الورق ممكن لكن أنا داير أحسه الإحساس ده مختلف يعني. يعني ليه واحد ما يفهم كده كده واحد يسأل نفسه آه السودانيين ديل في ناس كتار جدا طلعوا في العشر سنوات الاخيره مش طلعوا بس طلعوا وباعوا حاجاتهم وقرروا ان يمشوا مصر يقعدوا في مصر ليه يعني دوله لا فيها كفيل لا فيها مشكلة ممكن تمشي تشتري لك شقة ممكن تعمل لك شغل ممكن تعمل أي حاجة شنو المشكلة يعني اللي بخليناه عادية شنو يعني يعني شنو اللي بخلينا عادي في مشكله في الميزان التجاري نحلها في مشكله في انه والله إن احنا دايرين المصريين ديل تاني ما يجيبوا قروش في في في, في, في 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 الشاحنات دي يشتروا بها حاجات من عندنا نحلها ده كل ده ممكن يتحل يعني ما في حاجة صعبة دايرين انهم يفتحوا آآ آآ زي ما قبل كده في ايام التكامل مصطفى الشيخ اللمين الله يرحمه قال يا جماعة انا ما بعرف حاجة اسمها دولار التكامل ده عايزين تشتروا مني محاصيل تجيبوا لي الدولار اللي خضر ده وتفتحوا لي اعتماد في البنك برسل لكم اي حاجة بالقروش اللي انا دايرة غير كده ما تجي تقولوا لي نميري قال ولا نميري نمي عمل وما بديكم ممكن تعملوا كده ما في حاجه بتمنع يعني لكن الجنقليز اللي بترسل بيمشي من السودان ويترسل من مصر ده بيعملوا سودانيين شغالين التجاره دي في مصر الصمغ العربي ده والسمسم وكده ديل سودانيين قاعدين في السودان في هناك بيستوردوا من مصر وبيستوردوا لمصر ومن مصر للدول هناك اعرف هذه المعلومه حقيقه عشان ما تقعدوا تلفوا تدوروا وتسووا وتعملوا وبعدين ما تسمعوا الكذب ده انه ال 40% من الصادرات المصريه قاعده تمشي من السودان كلام فارغ ده ما في كلام زي ده ده كلام بتاع حبل ساي ميديا كل زول بيقعد يكتب تلميذ دي يقول اي حاجه ده كلام ما صحيح يعني ده كلام ما صحيح امشي شوفوا مصر دي امشي ما بي ما عنده يمشي ما بقول انها هي افضل ما في افضل من وطنك مهما كان شكله قبيح ولا ناسه قبيحين ولا كده ما في اجمل من هذا الوطن لكن عليك ان تفهم انه القصه دي ما بتبقى نحن قدامنا سبعه ثمانية دول حوالينا ما عندنا اي امكانيه ان يكون اي واحد من ديل عدو لكن ما تودي حبه سمسم لاي جهه الا عبر ال... عبر, ال... ال... هنا عبر, ال... عبر ال... البنك انت عندك ناس الان بيمشوا دبي يعملوا مصانع في دبي ويشيلوا ال الهناء بتاعك ده <applause> يشيلوا الصمغة العربي بتاعك ده يمشي يصنعوه في دبي ويبيعوه من هناك عشان ما يرجعوا سودانيين اللي بيعملوا العملية دي يعني ما مصريين انت يجب ان يكون عندك معلومات عشان تناقش يعني ما هي ما انت ما ترمي الناس يعني بس حاجات نمطية قاعدة في زينك وكذا يعني ده ما المصريين اللي بيعملوا كده ده السودانيين بيشيلوا الصمغ ده يرسلوه دبي عندهم مصانع حقة ما حقة اماراتية حقة هم زادن وبيرسلوا من هناك عندك سودانيين من هنا بس بس بيحربوا الذهب ده يودوا دبي وعندهم مصانع وكذا وبتاعو بيمشي يعيدوا تاني صياغته بتاع يختموه تاني من جديد ويبيعوه من هناك في البورصة ديل سودانيين ديل ما اماراتية جوك لابسين عقال وكذا وعندهم قروش دايرين يشتروا ما كده انت بتتكلم على الثروة الحيوانية اللي بيشيلوها المصريين الثروة الحيوانية دي بيجو تجار سعوديين من 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 هناك بيشتروها من عندك هنا وبيشيلوها وبيمشي انت سالت نفسك ليه؟ سالت نفسك ليه دلوقتي انه في ناس دايره تفك الهجن عشان ترسل ال 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 الاناث تصدرها علما بانه الانثى بتاعت الهناي بتحمل في 13 شهر في في 11 شهر عفوا يعني لازم تفهم القصه دي لازم تفهمها جايه من وين يعني يعني القصه مكتمله في في فساد في السودان لازم يعالج هذا الفساد ان احنا فاسدين نحن السودانيين دول فاسدين يجب ان يعالج هذا الفساد اولا قبل ان تدعمل اي نوع من انواع القوانين اللي بتصلح الاقتصاد او بتصلح الموازين التجاريه ما بين الدول انت عندك نائب رئيسك للجمهور المجلس السيادي ورئيس المجلس السيادي بيهربوا الذهب تكلم لي عن انه تريس الشمال آآ قاعد يمسك من المصريين كي في المصريين يعني ما كده يا شباب الشغله دي الثوره دي ثوره شباب عشان كده الشباب عايزين يكون اوسع افقا افهم مننا احنا الناس القدام ديل وسيبك من انه والله فلان ده بيمشي مع مصر اي واحد فينا عنده ميول اي شخص فينا في ناس عندهم علاقه باثيوبيا ما بيرضوا فيها في ناس عندهم هسه في في ناس في غرب السودان عندهم علاقه بشاد ما بيرضوا فيها اي كلام و مهما قلت مهما قالت الحكومه المركزيه وكذا عن القصه دي ما عنده لانه عنده شركه في في الفاشر وعنده نفس الشركه دي موجوده في تشاد بيشيل من الفاشر يودي تشاد وعنده نفس ال... في في الكاميرون يعني الكاميرون هسه في الكوره دي في ناس سودانيين عندهم كده بس لانه انتوا هنا في الشمال ما شايفين القصه دي لكن القصه دي في يعني زي ترس الشمال ده احنا محتاجين له هناك لانه السودان اصلا بيعاني في ناس في الخرطوم دي بتشيل الجاز توديه اريتريا البنزين والجاز تودّيه اريتريا اريتريا ما قاعده تستورد بتحل خمسين من مشاكلها بتاعت الوقود بتحلها من السودان وده موجود ضمن المشاكل الموجوده عندنا يعني. فاحنا بدل لما نقعد نحاول يعني نرمي بعض ونحاول نشوف انه فلان ده نوقفه عند حده وفلان ده نسوي له مش عارف الحاجة الفلانية وفلان ده يا أخي تابع للمصريين وفلان ده تابع خلونا نقعد نشوف البلد دي لا مشاكل كيف نسمع من بعض وأنا ما أنا ما أنا, أنا وغيري في ناس كتار جدا من اليوتيوبرز ديل ما ما عندهم حاجة بيعملوها غير إنه يتكلموا يعني هو بيتكلموا من ورا كيبورد وإحنا قاعدين على بعد آلاف الأميال من السودان يعني ما قاعدين ما عندنا قرار يعني ناخده يعني لكن الموجودين في السودان ده الحرامية يعني حرامية البلد كده البلد فيها ناس كده يعني ولازم الناس تستوعب هذا الأمر يعني يعني لازم تستوعبوا موجود هذا الأمر يعني الدول السبعة والثمانية الموجودة دي ما عندك طريقة تعمل واحد فيها عدو يعني هذا التنميط القبيح الموجود للمصريين او حتى للاثيوبيين او للتشاد او كذا ما بيفيد يعني ما بيفيد ولا بيوصل الناس لنتيجة يعني عايز تحل الاشكال ده يجب ان تستوعب نحن ما بنفهم المصريين والمصريين ما بيفهمون خلينا من كم عربية هسي مشت عشر عشرات الالاف من العربات مشت بهناك وكذا وبي الحديث عن انه قاعدين آآ آآ يعني يطبعوا العمله بتاعتنا والعمله بتاعتك تطبع لي يعني انت هسي من 11 ابريل لما شلت النظام ده لغايه هسي انت ليه ما غيرت العمله بتاعتك؟ يعني اسال نفسك السؤال ده المصريين اللي يعملوا ان شاء الله يجيبوا الهرم ذاته ويجيبوا الخرطوم السؤال انت ليه انت ليه ما تعمل كده انت انت السودان ده ليه في ناس ساعيه الان الان عشان يفتحوا تصدير الاناث في السودان ديل سودانيين ديل ما ناس ما سودانيين ديل سودانيين اللي بيعملوا كده المساله اوسع من من المكايدات بين الناس ولو احنا قعدنا نتعامل مع بعضنا البعض التعامل بتاع السياسيين ده القصه ما بتنجح ما بتمشي لقدام انا اصلا لم اخفي اصلا آه انه انا بالنسبه لي انا ادافع تماما على العلاقه بتاعت السودان ومصر اراد الناس ام لم يريدوا لكن السودان ما حقي برايي السودان حقي وحقك واي واحد فيكم عنده عود فيه لما نجي نقعد مع بعض قولوا ما دايرينك في الحدود دي لكن انا حدافع عن القصه دي يعني انا حدافع عن هذه المساله يعني المساله بتاعت الترس بتاع الشمال دي مساله ظرفيه ووقتيه يعني ما حتتعالج بشكل او باخر مع معالجه المشكله السوداني العام لانه المساله هسه صاحيه بدت مطلبيه وانه المساله كهرباء ومساله بتاعه بذور ومساله بتاعه موسم زراعي وكذا وبتاع لكن الان بقت جزء من الثوره كامله بقت جزء من من اللغه بتاعت الثوره يعني لكن بتنتهي بانتهاء هذه الطغمه الحاكمه الان يعني بتنتهي بكره بعد بكره بتاع ومصر حتبقى هيمشي برهان وحيمشي صلاح وكده مصر حتبقي قاعدة في الشمال ما في زول حيقدر يتفرها كده يوديها لغاية ايطاليا الكرة بتاع ايطاليا دي كده يوديها عشان تقعد هناك ما في ولا هي واحد من عندها من القاهرة كده حيدفرونا كده يودونا الكيب تاون يعني قاعدين في محلتنا دي نفس القصة اثيوبيا والسعودية والامارات وليبيا وشاد وجنوب السودان و وافريقيا الوسطى فاحنا محتاجين نتعامل مع بعض بشكل جيد اريتريا يعني محتاجين نتفاهم مع بعض وان يكون بيناتنا لغه افضل من اللغه الموجوده الان دي يعني لانه دي لغه ما بتودي لنتيجه يعني ما بتودينا لقدام يعني معليش انا أطلت عليكم هذه المره اكثر مما يلزم تحياتي والى اللقاء